إقرار القانون، نشكر سيادة القانون. نحن في دولة القانون مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. صبرنا، ظلمنا، قهرنا، تعرضنا للاضطهاد، الناس قعدت في بيوتها. بالمناسبة أنا بقول لكم النهاردة والقناة واخدة حكم، أنا مش هشتغل في LTC، أنا خلاص بقى عاجبني اليوتيوب يا عم، لا عاوز LTC ولا البي بي سي ولا أون تايم ولا CBC ولا أي الحياة ولا أي حاجة، أنا راضي بكده، ولا ضيف ولا مقدم برامج، أنا حياتي مع اليوتيوب خلاص. هتلاقي فيه أكتر من كده، بسم الله ما شاء الله، يعني خلاص ما بينافسنيش غير رامز جلال وفي رمضان بس، غير كده لا، الحمد لله فضل ونعمة من ربنا، كرم وفضل من ربك، كرم وفضل من ربك. فلازم نشكر الدولة المصرية ولازم نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقرار الحق والعدل والقانون وسيادة القانون. تأخر التنفيذ شهور طويلة بعد استنفاذ كل درجات التقاضي في المحاكم المصرية، وانتصرت بفضل الله إدارة قناة LTC، وتأخر البعض في تنفيذ الحكم، لكن كان يوجد شخصية محترمة والمستشار القانوني لقناة LTC الدكتور كمال شعيب، محامي محترم متدين يعرف ربنا، يعرف ربنا، يعرف ربنا، ده اللي يتقال عليه دكتور ومستشار وشخص أمين وتفتخر كده وانت بتقول عليه محامي. ليه؟ لأنه نموذج مشرف للمحاماة وللمحامين، مش زي ناس تانية أعوذ بالله منها ربنا يخلصنا منها، مش زي واحد تاني، بلاش ناس تانية، ده اللي احنا نعرف ربنا يخلصنا منه وياخده ويريحنا ويريح مصر والدول العربية كلها منه. لكن في النهاردة أصل الناس كانوا بيقول لك إيه LTC هاني العتال أبو المعاطي زكي عبد الناصر، أنا بقول لك مش هشتغل، أنا اللي بقول لك مش هشتغل في القناة ولا في أي قناة ولا في أي قناة، خلاص بقت حياتي في اليوتيوب وراضي باليوتيوب والفيسبوك وراضي بالفانز اللي عندي والأصدقاء المحترمين اللي عندي. لكن ليه بقى؟ كمان حتى عشان وانت بتتكلم عن أي حاجة تبقى متجرد، ما انت صاحب مصلحة. فقعدنا نتشتم سنين لدفاعنا عن حق هاني العتال كنائب لرئيس النادي، تم انتخابه انتخابا شرعيا هو والدكتور عبد الله جورج. فالLTC راجع يا عم، واحنا بنقول لك مش هنشتغل فيه، لكن لازم نشكر كل من ساهم في تنفيذ هذا الحكم وكل من ساند LTC والجماهير التي منحتنا الشعبية والثقة والاحترام والتقدير على مدار سنوات طويلة. وبطالب بقى بإيه؟ بأن الكل أمام القانون سواء وفقا للدستور. ما ينفعش حد يحتمي يا سيادة الرئيس بالحصانة ويهرب من إهانة الناس وظلمهم وسبهم وقصفهم ليل نهار، لدرجة انه وصل الامر بانه يتطول على مين؟ على دولة رئيس الوزراء. وقبل كده مين طلب رفع الحصانة عنه؟ معالي النائب العام بناء على شكوى المجلس الاعلى للقضاء. فبالتالي كل دي امور لا يجب ان تمر مرور الكرام. عندك حصانة تحت القبة، عندك حصانة تحميك بسبب مواقفك السياسية والتشريعية داخل ومحاسبة السلطة التنفيذية، مش تيجي بره تغلط في الناس وتتطول على الناس وبعدين تقول لي انا عندي حصانة. لا ما عندكش حصانة يا بيه، الحصانة دي تحت القبة، الحصانة دي ما تمنحكش انك تشتم الناس كلها. ظهر السادة المستشارين المحترمين قال لك ده التلبس ما فيهوش حصانة. قلت له انت ما قلتليش ليه محادثة اتحاد الكورة كنا خدناه تلبس وخلصنا منه وخلصنا مصر كلها منه لما غلط في دولة رئيس الوزراء. وكل المعلومات اللي عندي، كل المعلومات اللي عندي ان الامر لن يمر مرور الكرام وسيتم محاسبته. بل علمت ايضا اليوم ان هناك غضب واستياء في لدى شخصيات مهمة، وانهم يطالبون اعلام المصريين والقائمين على قناة الزمالك بمنع منع منع اي واحد يظهر على قناة الزمالك من وصف الدوري بانه دوري الدم او دوري الموت او ان الكورونا بتتزايد. كلام ملوش علاقة بالواقع، يعني الدولة ماشية في اتجاه لمحاربة كورونا والعدد بيقل وبنطالب بالاجراءات الاحترازية، وبيطلع لك ناس تقول لك ايه دوري الدم، دوري الموت، دوري كورونا، الاعداد بتزيد. الناس بتطلع تقول الكلام ده على قناة الزمالك. وانا معلومات من وزراء، بالمناسبة من وزراء مش من وزير، من وزراء بفضل الله بفضل الله، انا ما كنتش اتخيل ان انا بتابع منه، لكن بتجرب تكلم ده حد يقول لك ده بيحبك، ده بيعرفك،
ده عاجبه التجربة بتاعتك، ده بيقول عليك طيب، ده بيقول عليك يعني ربنا يوفقك وكرمك، كل الأمور دي. ففي غضب، في ناس يعني حد بيقول لي ازاي اصلا يتقال على قناة تبع الإعلام المصريين ان اعداد كورونا في تزايد بينما الاعداد بتقل؟ ده بيبخس الدولة، منظومة الدولة المصرية كلها حقها في التصدي لكورونا. هو تصدد بس يعني الأطباء فقط المحترمين، ولا الممرضين، ولا الممرضات، ولا رجال الإسعاف؟ ده كل الدولة، منظومة الدولة المصرية كاملة، تموين وشرطة وصحة وكل حاجة وطيران وكله تضمن في هذا الأمر. فبالتالي لا يعقل أبدا 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 إن أنا آجي في قناة عشان أنا ليا مزاج إن أنا شوه الدوري، أقول دوري كورونا ودوري الموت وكورونا بتتزايد، ويطلع مذيعين يقولوا الكلام ده، ويطلع ضيوف يقولوا الكلام ده، بينما احنا بنفتخر بنجاح الدولة المصرية في التصدي لكورونا. فألف مبروك لأسرة كل LTC وملاكها المحترمين. عودة القناة اليوم بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، رغم ان هم تأخروا شهور طويل، لكن كان في إصرار على احترام القانون وسيادة القانون. والدكتور كمال شعيب المحامي المحترم بذل مجهودا جبارا في إيضاح كل الأمور، وعادت قناة LTC ولن يعود فيها أبو المهات زكي. مش علاقة، أنا اللي بقول لك، أنا معك على اليوتيوب، لو جالي عقد حتى من CNN مش سايبك، أنا معك على اليوتيوب، قاعد معاك على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. أنا خلاص حبيت الشغلانة دي، بقول فيها اللي أنا عايزه براحتي. النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سعيد وهبة، النهاردة كاتب حاجة على الفيسبوك عني وعن عبد الناصر وعن عدد من الشخصيات الأخرى، ان احنا عملنا اعلام جديد، فضل ونعمه من ربنا، وبنتفوق على قنوات، فضل ونعمه من ربنا يستاهل الحمد. طب LTC يعني انا ارجع فيها ليه؟ لو الناس فاهمه ابقى سقف حريتي ينزل، وارد ان سقف حريتك ينزل، وارد ان يبقى في حد بيقول لك بلاش تقول دي وما تعملش دي والحكايه والروايه. ما صدقنا القناه رجعت عشان ان المستثمرين اللي فيها فلوسهم ما تترميش على الارض، والله يوفقه والله يكرم والله يبارك في الدكتور كمال شعيب، الرجل المحترم اللي بذل مجهود جبار في هذا الاطار، ويسعد ويوفق الدكتورة سميرة الدغيدي والمستثمرين المشاركين معه. اللي ورايا ده هو الابليكيشن اللي انا قلت لكم عليه يا شباب، الابليكيشن اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الخاص بالسيارات، اللي هو ده عشان بس ايه الناس تبقى واخده بالها، تبقى عارفه اللي هو ماستر كار. ماستر كار ماشي، ابلكيشن اسمه BBM استنى يا عم عشان ما اقولكش حاجه غلط، لا بدل يعني انا لسه عامله من يومين. BBM اهو ده، وهنجيب حد دلوقتي يشرح لنا ويوضح لنا اول حاجه الاشتراك فيه من خلال الابلكيشن على ال موجود اندرويد وموجود iOS وموجود كل حاجه ماشي، وهتلاقوا اللينكات بتاعت الحاجات ديت في الديسكريبشن تحت في كل الفيديوهات النهارده ماشي. طيب بعد ما اتكلمنا على عوده قناه LTC وعلى الراجل اللي بيتكلم في دوره الدم، في مجموعه من الاخبار لازم اتكلم فيها. اول خبر لازم اتكلم فيه، انا قلت لكم امبارح ان كهربا طعن في المحكمه الرياضيه الدوليه قبل كل الناس بالليل خالص، لقيت الناس كلها بتقول ايه ان الفيفا يوقف عقوبة كهربا. ما ده طبيعي، ده مش جديد، لكنه كان جديد في ايه؟ ان تم ابلاغ المحكمة الرياضية بالطعن، فالمحكمة الرياضية بتبعت للفيفا من خلال الاثنين المحامين التوانسة المحترمين، فبتبعت للفيفا، فخلاص الحكم ده اتعمل له هول. نروح هناك بقى، محامي محمود عبد المنعم كهربا فجرة مجموعة من المفاجآت المدوية، ورجع يفتح مش بيطعن بقى بقول لهم خفضوا عشان احنا مظلومين، لا ده قدم حاجات في منتهى المفاجآت، منها انه متمسك بعدم ان العقد ده غير صحيح وتم توثيقه في غير موعده، وان الفلوس بس اللي اتدفعت والعقد ما كانش توثق وحكايه وروايه، رغم وجود شهادات بالفم من مسؤولين في اتحاد الكوره، مجدي عبد الغني، احمد مجاهد، الاستاذ وليد العطار، والفيديوهات دي تم اضافتها للمحكمه. لكن هنا محامين كهربا
عندهم مفاجآت في هذا الإطار، وعندهم مستويات بتقول إن العقد لم يوثق في موعده. ماشي؟ طيب إحنا بنقول إن كهربا متمسك. امبارح أنا قلت حاجة في واحد تاني قال لي ما يصحش، يعني ممكن تزيد الغرامة. قلت امبارح إن يعني في أسوأ الأحوال الغرامة المالية لن تزيد. ليه بقى؟ لأن الزمالك لم يطعن. اللي طاعن وشاعر بالظلم هو كهربا. طب لو الزمالك طعن تبقى دي قضية ودي قضية، ممكن يضمهم الاثنين مع بعض. لكن الزمالك لم يطعن في الحكم، ما طلبش زيادة الفلوس، فبالتالي مين اللي طاعن؟ كهربا، لانه شايف ايه؟ شايف انه مظلوم ومقهور، وان هو العقد بتاعه غير سليم، وان الغرامة المالية ضخمة، اي حاجة بقى، فهو اللي طاعن. يبقى هو الغرامة لن تزيد، لكن المؤكد الناس ايه؟ ستقل. وارد يبقى فيه مفاجآت اخرى، وارد. دي المحكمة الرياضية الدولية، اعلى هيئة قضائية في العالم فيما يخص الرياض. الاعلى منها ايه بيه؟ وورد لها كهربا برضو، وطولت العمر تبلغ الامل، المحكمة الفيدرالية السويسرية. بقول لك الكلام اللي بناء من لسان ناس محكمين دوليين محترمين. قال لي لو كهربا عاوز يلجأ بعد كده ليه هيلجأ؟ قلت له اشمعنى السويسرية؟ قال لي ان المحكمة الرياضية الدولية على ارض سويسرا، فالحاجة اللي بعدها اللي تقدر انت تطعن على الحكم ده تطعن عليها، فكهربا مش هيدفع بسهولة.